إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من نواحي بن سليمان. فأجواء ليلية تذكرنا بفصل الشتاء، حيث أجواء باردة وغيوم كثيفة تغطي سماء المنطقة، مع بعض يعني حتى البرق كاين في هذه اللحظات هنا في هذا المنطقة. مشاهدينا الكرام، دائما مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا نقل المسائل المباشر من نواحي بن سليمان. اجواء ليلية باردة وغيوم كثيفة تغطي سماء المنطقة نواحي بن سليمان. مشاهدينا الكرام، دائما مساء الخير عليكم كيف ما ذكرت. فأجواء ليلية باردة دائما الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. أجواء ليلية كيف ما ذكرت باردة وغيوم كثيفة تغطي سماء المنطقة هنا نواحي بن سليمان. مشاهدينا الكرام، الصورة أمامكم يا عشاق البادية، وكيف ما ذكرت أجواء ليلية باردة وغيوم كثيفة تغطي سماء المنطقة. مشاهدينا الكرام، إذن دائما الصورة أمامكم الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. فأجواء ليلية باردة مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في هنا نواحي
بن سيمان، هذه الأجواء تذكرنا في فصل الشتاء. سبحان الله، لأن غدا كاينة أمطار الخير إن شاء الله، نتمنوا تكون أمطار عامة. نتمنوا يا رب إن شاء الله هذا العام تكون سنة ديال الخير، سنة ديال الصيف إن شاء الله بإذن الله. إذا المشاهدين الكرام، قال لي نودعكم، دمتم في رعاية الله. هكذا هي الأجواء، أجواء ليلية باردة وغيوم كثيفة تغطي سماء المنطقة، توحي بتساقط الأمطار إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، نهاية أسبوع موفق للجميع، تصبحون على ألف خير، إلى اللقاء.